السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. نعم تفضل. الله يسترنا وإياك يا رب. يا رب زادك الله تواضعا وعلما شيخنا الفاضل. ولك بمثل السمين والسماعات يا رب. الله يسترنا وإياك. كنت قد سمعت حضرتك قد ضعفت حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لتعرضوا علي صلاتكم. نعم حصل. فقالوا كيف يا رسول الله؟ أنا أجنح إلى ذلك. نعم. الذي فيه كيف تعرض علينا صلاتك وقد أرمت أصبحت رميما يا رسول الله؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث تقصده؟ نعم نعم. أيوة قلت عيد الذي قلته هذا الحديث في سندي رجل اسمه عبد الرحمن بن يزيد. نعم. منسوب في عدد من الكتب عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثقة. نعم. البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي رحمه الله. نعم. يقولان ليس هذا بصحيح، إنما الصحيح عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ليس ابن جابر، وذكروا حجتهم في ذلك من ناحية الرواة عنه حسين الجعفي الزار أو شيخه، قالوا إن هذا الصواب، يعني البخاري يجنح إلى أن الصواب عبد الرحمن بن يزيد ليس ابن جابر إنما ابن تميم. نعم. ويقول هو مجهول، وأبو حاتم الرازي نفس كلام يعني البخاري، يجنحان إلى أنه ابن تميم. نعم. وابن تميم أقول أنه مجهول، فأنا أجنح إلى رأي البخاري لما بينه من هذا البس. وإضافة إلى ذلك أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر. نعم. الرسول بشر، يصيب ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أما تحريم الأكل الأجساد احتاج إلى خبر ثابت قوي، وهذا ليس بذاك الثابت القوي لما سمعته من العلل، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب.